المعصية لها أثر في الأرض كما في هذين النصين لا تقم فيه أبدا، ولقوله عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادهم، وإلا فالأرض الأصل أنها متعبد المسلمين. ولذا جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية فعنده مسجده وطهوره. المعصية لها أثر كونها تؤثر في الأرض، أن هؤلاء أقاموا عليها هذا المسجد الذي يراد منه الإضرار واجتمعوا فيه، وهذا الاجتماع ليس على خير، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصلي فيه، مع أنها بقعة كسائر البقاع، لكن لوجود هذه المعصية منع من الصلاة فيها. فلما عملت هذه المعصية على هذه الأرض كان لها أثر. أما قضية أننا لا ننظر إلى معتقداتهم، فنعم النوايا والسرائر لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، لكن الله عز وجل أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام، لذا إذا هدم المسجد وانتهى أمره فقد زالت المعصية وزال أثرها، فعادت الأرض على وضعها الطبيعي لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، فإذا زال البناء زال اسم المسجد. فالمعصية لها أثر كما في هذين النصين، وكذلك الطاعة، الطاعة لها أثر في الأرض. ولذا قال تعالى لما أهلك الله جل وعلا قوم فرعون قال فما بكت عليهم السماء والأرض، وذلك لأنهم لم يحدثوا فيها أثرا طيبا حتى تبكي عليهم السماء والأرض. ففهم بعض العلماء من أن السماء والأرض تبكي على المطيم لأن له أثرا عليها، ولذا يوم القيامة تتحدث الأرض وتخبر بما عمل فيها من خير أو شر. قال جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها. جاء تفسير هذه الآية عند الترمذي وفيه مقال أنها تخبر عما عمله كل عبد أو أمة من خير أو شر عليها.